ازيكم؟ حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن ديربي مدريد اللي انتهى سعيد للطرف الابيض منه. ريال مدريد اللي قدر يهزم اتلتيكو مدريد بهدفين لهدف على ملعب ايه بقى؟ سيفيتاس متروبوليتانو، مش واندا متروبوليتانو. اوعى اوعى تفتكر ان انت حفظت قبل كده فهيستمروا على نفس الوضع ده. لا، الملعب تغير الى سيفيتاس متروبوليتانو، تحفة معمارية رائعة جدا، لكن لم تمنع او لم تفادي اتلتيكو مدريد من خسارة جديدة على ملعبه بعد ما خسر قبل كده من فياريال في نفس الملعب. المباراة دي كانت مباراة حافلة بالشراسة والقوة جدا، لكن فيها نقط ممكن جدا نتكلم عنها ونستفيد فيها، واعتقد هيكون حلقة ثرية وتستمر كده. يعني الحمد لله دايما الواحد بيحاول يستمر في الفيديوز، وطبعا ده بدعمكم، لايك شير وكومنتس دي مهمة جدا، هتفرق جدا، لانه حتى اخر فيديو ما كانش عامل فيوز كويسة قوي رغم الواحد بذل فيه مجهود، لكن يمكن الريتش بتاعه نفسه ما كانش بيوصل لكم. اتمنى طالما انت شفت الفيديو وانت الفيديو ده وصل لك، معناه ان انت يعني اتمنى يكون عندك سبورت منك لو الفيديو طبعا عجبك، انت مش مجبر تعمل حاجه لو الفيديو ما عجبكش. خش في الموضوع على طول بخصوص النقاط، وهو اول نقطه عايز اتكلم عنها الخطه الخادعه لاتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد على الورق بيلعب 5-3-2، حتى مخرج المباراه بيجيب الخطوط دي اللي هي متوصله عشان يشرح لك الطريقه، وهو بيشرحها او بيحط لك الخمسه دول كان كراسكو متقدم اصلا، كان بيلعب لاعب رابع في خط النص، لان انا في رايي اتلتيكو مدريد بوضوح كان بيلعب 4-4-2 فلات مش 5-3-2. يعني كراسكو ما كانش ظهير جناح قد ما هو جناح ايسر، ماركوس يورينتي كان باك يمين قد اكتر منه بكتير، هو ظهير جناح او على الاقل ده في الحاله الدفاعيه مش في الحاله الهجوميه. فاتلتيكو مدريد ما كانش بيلعب بثلاثي خلفي واثنين ظهراء جناحه، لا اعتقد ما كانش بيلعب 5-3-2، اقرب بكتير ل 4-4-2. اول حاجه عمل اتلتيكو مدريد ايه النهارده، هو انه كان مختلف جدا عن اتلتيكو مدريد المعتاد في اغلب المباريات الكبيره، وهو انه فريق بيضغط من قدام. هو اتلتيكو مدريد في مباريات اخرى قبل كده وهو بيلعب ريال مدريد او في اي فريق اخر كبير، يعني في مباراه كبيره كان ممكن تلاقيه هجومي، لكن وقت ما كان فاقد الكره كان بيتراجع للخلف. دي النقطه اللي انا شفت ان هي مش هقول جديده يعني 100%، لكن مش معتاده من اتلتيكو مدريد. فالنهارده شفنا اتلتيكو مدريد بيضغط عالي، عنده خط دفاع متقدم، كمان بيضغط قدام كتير، لكن الحقيقه ان هو واجه فريق متمرس في النقطه دي. تعالى يا عم، تعالى لي بقى، تعالى اضغط عليا، تعالى اتفضل، يعني انا موافق معاك خالص، مستمر معاك للصبح. يعني ريال مدريد فريق لاعبيه مروا بخبرات كتيره جدا 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 تسمح لهم ان هم ما يتوتروش تحت هذا الضغط. يا عم تعالى همرر، عندي مساحه هخلط خلص منها، لعيب يتحرك ويباصي وهكذا، بيتخلصوا من الضغط كويس قوي، بيفقدوا الكره لكن بيفقدوها امتى؟ بعد تلت ملعبهم. مش هتشوف ريال مدريد في المباراه دي يعني الا نادرا، مش فاكر حتى الذاكره مش لا تسعفني، مش هتشوف ريال مدريد، وطبعا الاستاتستكس والحاجات دي لسه ما ظهرتش بالنسبه لي وقت تصوير الحلقه هنا، يعني مش هتشوف ريال او يعني الحاجات البلاتفورمز اللي انا بستخدمها، مش هتشوف ريال مدريد بيفقد الكره في ثلث ملعبه. يعني لما يفقد الكره بعد ثلث ملعبه مش هيبقى فيه نفس الخطوره، لكن لو فقد الكره في ثلث ملعبه بتعمل له خطوره. ده ما حصلش، يعني لما بتفقد ريال مدريد فقد الكره كتير قوي بعد ثلث ملعبه بالمناسبه، وده يعني نتاج القوه من اتلتيكو مدريد لحد في النقطه دي. لكن اول ثلث لا، تعالى تعالى هخلص من الموضوع تماما، وتعالى ده كمان طبعا بيساعد في الموضوع ده ان اتلتيكو مدريد مش فريق متمرس في الضغط اصلا، فريق مش سيتي يعني ولا بايرن ولا برشلونه ولا كده، لا فريق مش شرس في الضغط، عنده دايما في لعيب ممكن يبقى فاكك من الضغط ده من جانب ريال مدريد، بيقدر ان هو يسمح له ان هو يهرب من منافذ الضغط دي، او يبقى في تمريرات في خيار تمرير جيد الى جانب ريال مدريد. تيبو كورتوا اتطور في موضوع التمرير برجله الى حد كبير، فدايما ريال مدريد كان بيخلص من النقطه دي بشكل كويس قوي. يعني حتى لو الضغط شرس انا موافق، ده ما بالك بقى ان انت اصلا ضغطك مش قوي قوي، فهتلاقي ريال مدريد مميز جدا في النقطه دي. انا طبعا هنا ببص على النقاط اللي انا كاتبها عشان خاطر الحلقه تبقى منظمه مقارنه باللي قبل كده، لكن رغم انه اتلتيكو مدريد كان بيضغط الى حد ما مش سيء ابدا، كان كويس معقول على الاقل في الثلث الاوسط من الملعب، طبعا في ملعبه نفسه، لكن هنا بقى تظهر قيمه لاعبين زي فيدريكو فالفيردي. فيدريكو فالفيردي الناس كانت بتتكلم على الهدف اللي سجله مايوركا، ايه يا عم ورقص مين اصلا؟ ده خد الكوره بس يعني عمال يجري وخلاص. لا، ما هو يا فرحتي، ما هو ناس كتيره جدا كان بيبقى عندها المساحات دي ما بيعرفوش يستغلوها. السرعه بتفرق جدا، ازاي ان انا اخد القرار ده مهم جدا، ازاي ان انا اخد مسار الركض بتاعي بحيث ان اتجنب الى حد ما ان انا الكره ما تخطفش مني. فاعتقد ان فالفيردي واحد من اللي ساهموا بشكل كبير جدا في لقطه الهدف الاول، وده اللي بيقول لي ان سيميوني اختار خيار الضغط ده لانه هو عارف ان دفاعه ما بقاش قد كده.
فقد الجوده. اتلتيكو مدريد فقد الجوده، سيمينيا لحد كبير في مساله الدفاع، جايب اكسل فيتسل يلعب قلب دفاع اللي هو اصلا لاعب وسط مدافع، فيليبي ضعيف ضعيف فعلا، ولقطه الهدف كارثيه في لقطه الهدف بتاع رودريجو طبعا اللي خلص الكره بشكل مميز قوي، لكن بدايه الكره دي كانت فالفيردي اللي خلص اول خط ضغط، رغم ان كان ممكن الضغط ده يشتد لحد ما، لكن تعالى واحد اتنين هوب على طول بيشوف المساحه فين ويروح لها بسرعه، مش كل واحد بيعرف يوصل للمساحه دي، هتلاقي لعيبه بتضغط عليه وهكذا. فهنا قيمه فالفيردي، ما ينفعش انت تقلل قوي من تقول ده ما رقصش لاعب، مش مهم يرقص، ما هو خلاص شايف المساحه ومحتاج يرقص لو حد وقف قصاده. انا اصلا مش بروح للمنافس، انا بعرف اختار مساري الصح والكره ما تبعدش مني، دي كلها مهارات مش كل اللاعبين بيعرفوا يبداوا الا ما كانش حد غلب يعني. فدي هنا قيمه فالفيردي. كمان قيمه مين بقى؟ قيمه تيبو كورتوا. قيمه تيبو كورتوا طبعا في لقطه في بدايه المباراه ليانيك كاراسكو، وكمان قيمه كورتوا ما بعد الهدف لانه تصدى الكره خطيره جدا من انطوان جريزمان. التسديده دي مش سهله، التسديده دي من مسافه قريبه، التسديده دي من الزاويه اللي مش متوقعه لحد ما من الحارس، يعني الحارس غالبا متوقع الكره تتلعب في البعيد. جريزمان شاطه حلو قوي، لكن تيبو كورتوا وصل يعني كوكي شد شورت خالص اللي هو كفرتنا اخي، يعني هنجيب الكره لازم نحط الكره في اخر بلاد المسلمين يعني عشان خاطر الكره تتسجل. فالدنيا كانت صعبه جدا، كورتوا كالعاده بيشكل فارق كبير جدا في المباراه. ارجع بس لحاجه، نقطه مهمه نسيت اتكلم عنها في خصوص طريقه لعب اتلتيكو مدريد، ان الطريقه دي كانت سامحه لكاراسكو ان هو ياخد غزوات كويسه قوي من الجانب الايسر، حتى مش بس من جانب ايسر ده، حتى في كوره اللي هي كوره بتكلم عنها في الاول دي، كوره قطع فيها بشكل كويس قوي وقدر ان هو يستغل تقدم ميليتاو مع كان انطوان جريزمان او جواو فيليكس مش متذكر بالظبط، واحد فيهم عشان خاطر يقطع في الظهروم وكوكي بصيله التمريره كويس قوي. يعني كاراسكو هنا ما كانش احسن حاجه، ما خدش احسن قرار، الكوره بعدت منه وكمان ما راوغش، كان ممكن يراوغ، على عكس مثلا من الكوره اللي عمل مراوغ فيها كارباخال بعد تسجيل الهدف الثاني، وكورتوا كان برده موجود ومتصدى ليها، وان كانت التسديده ما كانتش افضل شيء، لكن كورتوا دايما موجود، صعبه سهله هتلاقيني موجود. هنا قيمه كورتوا، هنا قيمه ازاي ان انت تاخد القرار الجريء في لحظه ما، زي ما كاراسكو المفروض كان يرقص كارباخال لما في التمريره الاولى دي، لان كانت ممكن تفرق اكتر بكتير قوي من الكوره الثانيه. فمهم قوي للريال مدريد ان هو كان يسجل الهدف بتاعه من اول كوره تقريبا ليه على مرمى اتلتيكو مدريد، بل اعتقد ان هي اول غزوه ليه اصلا. يعني اتلتيكو مدريد كان صحيح مش بيقطع كوره في منطقه متقدمه من الملعب، لكن على الاقل كتير جدا كان بيقطعها في نص ملعب المباراه، يعني في نص ملعب او الثلث الاوسط بمعنى اصح. لكن اول غلطه حصلت في ضغط اتلتيكو مدريد في الحته دي، مش بقول قدام لان قدام زي ما بقول اتلتيكو مدريد ضغطه مهما كان مش صيع ضغط، يعني دايما في لعيب بيهرب منهم كده، او لاعبين كمان ساعات بيبقى مش شرس اصلا، ممكن لعيب اتنين تلاته كده بيطلعوا جدعانه يعني. لكن اول غلطه حصلت هي ماركوس يورينتي ساب مكانه، رغم ان هو تثبيته اعتقد مقارنه بكراسكو كان بسبب ان فينيسيوس جونيور موجود على الجانب ده، اتقدم واتسحب. ازاي ان انت تسحب اللاعب بحيث ان انت طبعا ده لقطه الهدف الثاني ليه؟ لان ريال مدريد تقلان، اتقل، انا خلاص متقدم ومش محتاج ان انا استعجل. ده في لقطه كروس وقف بيها، وقف بالكوره كده خالص، انا مش هتحرك خالص، تعالى لي انت الاول، انا هطلع اللعيب ولا اتنين من اللعبه، ولعب الكوره طويله على الطرف، يعني لعبه قطريه صغيره كده على الطرف عشان خاطر يخرج واحد ولا اتنين، فيبدا ينقل خط الضغط المنطقه متقدمه، زي انت نقلت الكوره خط الضغط بفالفيردي بانطلاقته، المره دي انت سحبت لاعبين، او مما يسمى يعني ايه باستدعاء الضغط، تعال اضغط عليا عشان خاطر انقل الكوره. فماركو سيرينتي اتسحب كمان، وبالتالي لويس فيليبي اتحط مع فينيسيوس جونيور في سباق سرعه، اتحط مع فينيسيوس جونيور في سباق ان هو يتعمل 1 2 عليه، ما بقاش لعيب اتنين لعيب على فينيسيوس جونيور كما هو معتاد، بل كان لاعب واحد، وده عمل مشكله كبيره جدا. ريال مدريد قدر يسجل منها هدف تاني، طبعا زي ما بقول لك الحسم بتاع ريال مدريد هنا تفرق. هنا شوف هنا ريال مدريد الاتليتي مش بيسجل، ما فيش حسم، وكمان في حارس جبار زي كورتوا وقت الجدعانه، وقت الجد يعني هتلاقيه موجود، وبلاك طبعا حارس مميز رغم ان هو تراجع طبعا، لكن الحسم ازاي انت تسجل من اول كره بتاعت رودريجو دلوقتي بعد كده. انا اشوف انه الهدف الاول ده يعتبر سبب رئيسي في الهدف الثاني، ان ازاي اتلتيكو مدريد بقت اسحبه، انا مش مستعجل، هو عارف ان انا متقدم فلازم اطلع اضغط عليه، وده اللي حصل. نيجي بقى لمين؟ لجواو فيليكس. جواو فيليكس مباراة سيئة جدا، اتلتي تقريبا بيلعب من غير راس حربة في رأيي، لأنه جواو فيليكس وأنطوان جريزمان يعتبروا شبه بعض في البروفايل، مفيش أي اختلاف،
بل بالعكس، يعني لو حتى قلنا ان موراتا مش لازم يلعب من الاول، او انت يا احمد يا عطا بتتكلم عن انت بعد النتيجه وبالتالي يعني انت الكلام سهل، فانا دايما بشوف ان كوريا او احسن وجوده من وجود جواو فيليكس وانتوان جريزمان في نفس الوقت. كوريا لعيب بيلعب على الاطراف، كوريا مش لعيب بيستلم الكره بظهره كتير، ده تلاقيه دايما بيحاول يستلم بجنبه عشان خاطر يروح على طول. جريزمان عنده النقطه دي شويه، فيليكس لا، تحس انه مستسلم للرقابه الى حد ما، بل بالعكس كمان فيليكس حتى المفترض ان هو على الورق هو راس الحربه، ما عندوش حس راس الحربه. الكرة اللي اتلعبت بناء لعب كان مميز جدا من لعيبه اتلتيكو مدريد، وبعدين وصلت لان كاراسكو يباصي لانتوان جريزمان اللي بيلعب عرضيه، ما فيش حد، بالعكس ده كوكي هو اللي طلع قدام بيحاول ان هو يلحق الكرة بالهيد، وكمان ماركوس سيرينتي كان بعيد جدا، كان المفروض ان هو يخش من بدري يقرا اللعبه، ازاي ان انت تبقى عندك سنس اللعبه؟ فعدم وجود راس حرب اتلتيكو مدريد اعتقد ان هو ضره لحد ما، ومرتا كان جيد في الشوط الثاني في النقطه دي، ان هو ازاي انك تضغط، ازاي ان انت تسحب مدافع ولا اتنين عشان خاطر تقلل من ضغط على زمايلك، ازاي ان انت تبقى موجود في صندوق في اللحظه اللي المفروض تلعب فيها عرضيات، لان اتلتيكو مدريد كان ممكن يبقى عنده منفذ افضل للعرضيات، لكن مفيش لاعب اصلا يستقبل العرضيات. الشوط الثاني ريال مدريد تقريبا بقى نايم الماتش، قعد اغلب الشوط واصي واحد اتنين تلاته ويقعد يمرر الكوره كتير، مش عايز حاجه من المباراه، وقعد ينيم الماتش الى حد كبير، رغم ان اتلتيكو مدريد كان مسيطر برضو بيحاول ان هو يهاجم، لكن ما كانش عارف يصنع فرص، لان ريال مدريد واقف كويس جدا. ريال مدريد واضح جدا ان صفقاته الدفاعيه السنه دي حسنت جدا من الفريق، وجود شواميني ممتاز، يعني استخدام فالفيردي بشكل مكثف اكتر السنه دي برضو حسن الدفاع الى حد ما، وحتى يعني بقى في منافسه على مستوى قلب الدفاع، وجود الابا، وجود روديجر، وجود ميليتاو، اعتقد الامور اتحسنت. يمكن ممكن مستقبلا الفريق يحتاج بس ظهير ايمن اخر بدل كارباخال، لكن كارباخال كان الى حد ما نسبان كان هو ما كانش سيء، لكن يمكن هو مقارنه بالاربعه كان كراسكو هو اكتر واحد بيعمل مشاكل على الجانب الايمن لريال مدريد، الايسر لاتلتيكو مدريد. الماتش فضل نايم تقريبا، كنا حاسين ان خلاص ماتش خلص، بس بعد حمي بعد ما تسجل الهدف، الهدف اللي سجله ارموسو بكتفه اعتقد ان هو يعني كان اول كوره ثابته او تاني كوره ثابته تقريبا يتميز فيها اتلتيكو مدريد. المفروض اتلتيكو مدريد فريق كرات ثابته لازم يكون استغلاها افضل من كده، لكن حقيقة في كرات ثابته كتير اهدرها اتلتيكو مدريد، ما بين رفعه سيئه، ما بين عدم وجود كثافه في منطقه الجزاء، ما بين الكوره بتتلعب في منطقه واللعيب مش موجوده او رفعه بعيده اصلا. فاول او تاني مره تقريبا كانت في كوره ثابته جيده قدر يسجل منها ارموزو، مش حلوم كورتوا قوي لانه ميليتاو هو اللي لمس الكوره قبلها، وبالتالي مش هقدر الومه، لكن كان الهدف مهم لاتلتيكو مدريد، لكن نفس الراجل اللي سجل الهدف ضيع بقيه الوقت تقريبا. ارموسو يعني بتفكر ازاي؟ يعني انت دلوقتي انتوا عمالين تشوطوا في بعض من اول الماتش، رغم ان ريال مدريد كان اذكى، ريال مدريد استنى على موضوع الشوط والضرب والبتاع لغايه لما اجيب اجوان، وبعد كده بدا يشوط ويضرب هو كمان. الاثنين كانوا قافشين على بعض، ويمكن الوحيد اللي كان مشغول بقصه دي فينيسيوس، رغم ان كده برضه فينيسيوس يعني عمل شغل عالي وتقريبا هو السبب الرئيسي في الهدف الثاني. لكن انت دلوقتي انا ما خسران 2-1 وانا ما سجلت هدف والفريق ماتش بقى حامي، لعيب يا عم ان شاء الله كر... لعيب كارباخال بالنسبه لك مستفز، هو فعلا كارباخال لعيب من اللعيبه مستفز، يعني تحس انه كارف على اتلتيكو مدريد اكتر من ريال مدريد يعني. فكارباخال ضرب، انت دلوقتي فين؟ انت دلوقتي انا ما هو كارباخال مش هيطير، روح اضربه بعد الماتش يا عم، لكن لازم تضربه في وقت الماتش وتقعد تتخانق معاه وتضيع بقيه الوقت، ما هو خلاص ما هو هيضيع لك وقت. في النهايه ده اللي حصل فعلا، ريال مدريد تقريبا ما تعرضش لها هجمه خطيره في اواخر منذ تسجيل الهدف، تقريبا يمكن كوره واحده بس اللي عدت كده في خلال 7-8 دقائق يعني. يعني المفترض اللعيب يبقى بيفكر يكون اذكى من كده، يعني ده انت المفروض تبقى خبير في حاجه زي كده وانت بتلعب في اتلتيكو مدريد، لكن ده اللي حصل. واعتقد ريال مدريد ما سرقش الفوز، اعتقد ريال مدريد استحق الفوز، رغم ان اتلتيكو مدريد لو قارنته بالمباراه، لو حد بيتفرج على مباراه اتلتيكو مدريد لو قارنته بمباراه اخرى ممكن دي واحده من افضل مبارياته، او على الاقل ليست اسوء مبارياته ولا واحده من اسوء مبارياته، ده اقل تقدير يعني. اتلتيكو مدريد في مباراه كانت اقل من كده بكتير، وبعضها فاز فيه او تعادل فيه، لكن مباراة النهاردة ما كانتش سيئة لأتلتيكو مدريد، لكن ريال مدريد قدر يفوز بأن هو قسم المباراة على فترات، وقت اللحظة اللي أنا هتجيلي فيها فرصتي هعرف أستغلها، وعندي حارس جيد، فبالتالي أنا برضو عندي اطمئنان، ودفاعي وقت ما احتاجته في الشوط الثاني قدر يقفل المنافس بشكل كبير. فأعتقد ريال مدريد ما سرقش فوز أبدا، استحق الفوز، رغم أن أتلتيكو مدريد كان هيضرب كرسي في كلوب في آخر المباراة، يعني كان ممكن تبقى نكد على جماهير ريال مدريد بعد ما انت فايز 2 لغايه دقيقه كام مش عارف ايه.
فكان ممكن يعني تتقلب المباراه، لكن ما حصلش كده، والريال مدريد يوصل لنقطه 18 لاول مره، يفوز اول 6 مباريات في الدوري منذ عام 1988. بينما اتلتيكو مدريد دخل بقى في حسبه انه ايه، خلاص المركز الثالث يعتبر مشاع، ما يبدو لنا ان السنه اللي فاتت كانت الامور برده مش بعيده قوي، لكن السنه دي على ما يبدو ان الثالث مركز الثالث مش بس الرابع هيبقى عليه المشاع. بيتيس موجود، ريال موجود، اتلتيكو مدريد موجود، اشبيليه بعيد شويه حاليا لكن مين عارف ممكن يرجع. فدي الفرق المرشحه، رغم ان بيتيس دلوقتي هو جايب 15 نقطه، بس انا شخصيا شايف ان الفريق الافضل من الفرق دي كلها حتى الان هو فياريال. فياريال يعني قدام بيتيس، هو خسر من بيتيس لكن هو كان افضل من بيتيس، اللي اتفرج على المباراه هو كان افضل من بيتيس فعلا فياريال. وبيتيس النهارده فاز على جيرونا بضربه، مش هو ضربه حظ لكن خطا فادح من لاعب من جيرونا يعني في الدقيقه 70، وكاد جيرونا هو يتعادل. بيتيس كمان قدام مايوركا انا شايف ان هو حصل على ركله جزاء مش مظبوطه يعني لنبيل فقير. فبيتيس كويس بس مش افضل من فياريال، فياريال حتى الافضل. فياريال النهارده بهدل اشبيليه في الشوط الثاني، بهدله بهدله يعني غير طبيعيه، لكن خرج متعادل، فكانت النتيجه مؤسفه بالنسبه لهم صراحه في رايي، ومكسب لاشبيليه اللي لا يمر بافضل حالاته. اعتقد المركز الثالث والرابع هيكون في خناقه كبيره عليه، ممكن سوسيداد ينضم واتمنى، لكن يعني ده هتبقى معجزه لان فالنسيا ينضم لهذه الزمره من الفرق. كان معكم احمد عطا، شير لايك كومنت هيفرق كتير جدا في الفيديوز، وانا يعني شجعتوني في الفترة الأولى إن أنا أستمر في الفيديوز، أتمنى يستمر نفس التشجيع ده عن طريق الفعل يعني وليس القول بس، عشان خاطر هتفرق كتير قوي معايا إن شاء الله. الكتاب أنا حاجة عشق ليا، بس الفيديو هو لغة العصر زي ما بيقولوا كده، فمحتاج الواحد يستمر فيه، ومش هستمر إلا بدعمكم إن شاء الله. أسيبكم على خير، مع السلامة.